حياكم الله من جديد. هناك العديد من الأطعمة والأغذية التي يمكن أن تسبب الحساسية، إذ يمكن لأي طعام أو إضافة غذائية أن تسبب ردة فعل تحسسي من قبل الجسم. ونظرا لأهمية الموضوع وبالتزامن مع حديثنا عن حساسية الطعام، أطلقت وزارة الصحة مبادرة نوعية تحت شعار الموضوع حساس، بهدف توعية المجتمع بالحساسية الغذائية وتقدير حالة كل المصابين بها ودعمهم قدر الإمكان وتقديم الأكل المناسب لهم، حيث أشارت الصحة إلى أن 50% من حالات الحساسية الغذائية تحدث خارج المنزل، وأن كل 3 دقائق يراجع شخص الطوارئ بسبب الحساسية الغذائية. حول هذا الموضوع وعن الحساسية تجاه الطعام، يسرني أن يكون معي هنا في الاستوديو الأستاذة وسام باكير، أخصائية التغذية. أهلا بك أستاذة وسام. أهلا وسهلا، شكرا لك لقبول دعوة البرنامج وحضورك معنا اليوم. خلينا بالبداية قبل يمكن ما ندخل في تفاصيل الأرقام والأسباب، نعرف اليوم الحساسية الغذائية، ما المقصود بالحساسية الغذائية؟ طيب، الحساسية الغذائية هي عبارة عن استنفار الجهاز المناعي في الجسم لوجود بعض أنواع البروتين، هي غير ضارة لكن ما تعرف عليها الجهاز المناعي، فيسبب أو يطلق مواد كيميائية يعني تحفز أنه ترى في جسم غريب، فيستنفر الجسم. ممكن يحصل تورم، ممكن يحصل انتفاخات، ضيق في التنفس، فكثير مشاكل حكة، عدم مقدرة على البلع، فكلها هذه أمور أو أعراض عن حساسية الغذاء. لكن بشكل عام ممكن الناس يحصل لهم حساسية، ممكن الناس تحصل لهم تدرجات للحساسية، ممكن خفيفة، ممكن متوسطة، ممكن غاية في الشدة. خلينا نسأل عن الفئات اللي اليوم ممكن أن تتعرض للحساسية. أول شيء، وش محفزات الحساسية هذه حصولها في داخل الجسم اليوم؟ تختلف بين الأشخاص، في فئات يعني عند الرجال أكثر، عند النساء، عند الأطفال؟ لا، هي تحصل عند الكبار والأطفال. والأطفال، لكن الأطفال بشكل كبير في السن اللي مثلا الرضع والأطفال في عمر النمو. ليش هذا الشيء يحصل؟ طبعا مو كل الناس عندها حساسية، تحصل نسبة معينة من الناس يحصل لهم حساسية من أنواع مختلفة. ممكن أنا يكون في عندي أطعمة كثيرة، عندي مثلا لستة أطعمة كثيرة أنا أتحسس منها. ممكن أنت مثلا يكون عندك نوع ولا نوعين من الأكل يتتحسس منهم. لكن بشكل عام الحساسية تحصل بسبب أنه في بروتين ما تعرف عليه الجهاز المناعي، فالجهاز المناعي بيدافع عن الجسم فيطلق مواد كيميائية هي اللي تحفز على الحساسية، اللي هي مادة الهيستامين. عشان كذا في أدوية اللي هي مضادة للهيستامين، هي أدوية الحساسية. لكن خلينا نتطرق للأشياء زي ما ذكرت، أنه مين هي الفئات، هل الرجال هل النساء أكثر، هي كبار وصغار، لكن الأطفال بشكل كبير. عشان كذا يجي مثلا دور الأم عند ما تبدأ في أطعام الطفل، لازم تجرب نوع نوع من الأكل. يعني مثلا ما تقدر تخلط كل أنواع الفواكه كلها مع بعض أو أنواع الخضار كلها مع بعض. لأي عمر هذا الكلام؟ هذا ب6 شهور، على العلم 6 شهور، إلى ما يكبرون خلاص. إلى عمر البلوغ. ما ينفع اليوم الأم تضع كل الفاكهة زي ما يقولون في سلة واحدة. أي طبعا، عفوا أنا لخبطت في شغلة، أنه لما تبدأ في حبة أو نوع نوع من الأكل، هذا طبعا على عمر 6 شهور. خلص متى ما سلك الموضوع يعني مع الطفل وقدر أنه يتقبل الأكل، it's okay، تكمل للأخير. خلاص هو عارف الأغذية اللي تسبب حساسية من الأغذية اللي ما تسبب حساسية اللي ناسبته. لكن بالنسبة للأم مثلا، أنا والله أبغى يعني أكل ولدي مثلا فواكه، احط له موز، اشوف على مده 3 ايام هل سبب له بحساسيه ولا لا. الفراوله نفس الشيء، لما ادخل له انواع ابدا 3 ايام كذا اراقب الطفل. وش اغلب الاعراض اللي تحصل للاطفال؟ خلينا نقول في حال اخذت الام هذا الخيار وراحت واعطت طفلها مثلا نوع نوع من الفاكهة، موز، فراولة، برتقال، أيا كان، تمام، وش الأعراض اللي لابد أنها تنتبه لها الأم عشان تقتنع أنه أو تعرف أنه ولدها عنده حساسية أو لا؟ طيب، في عندك مثلا التورم أو الطفح الجلدي اللي يصير عند الأطفال، أو حتى مثلا اختناق، لازم تراقب الطفل. يعني ممكن ضيق في التنفس،
ممكن صوت أثناء التنفس، فهذه كلها لازم تحط الطفل تحت المراقبة أول ما تبدأ تعطيه الأكل، على أساس أنه تشوف هل هذا الأكل سبب له بحساسية أو لا. ذكرت أن البروتين اليوم يحاول التعرف، أو الجسم يحاول التعرف على بروتين معين وبالتالي يحارب الجسم هذا النوع، هل هذه العوامل المسببة، خلينا نقول أو التي تقود الجسم للدفاع عن نفسه، عوامل وراثية ولا عوامل مكتسبة؟ بالنسبة لطريقة الدفاع قصدك؟ لا، الحساسية نفسها. الحساسية في منها وراثي، أو مثلا يعني هو الأغلب وراثي. وراثي؟ أي وراثي. لكن بشكل عام عندك مثلا فرق بين حساسية الطعام وعدم تحمل الطعام. حساسية الطعام هي اللي يتدخل فيها الجهاز المناعي على أساس أنه يدافع عن الجسم، أنه في جسم غريب داخل جسم الإنسان أو منتج غريب أو مركب غريب، فبالتالي لازم أنا أدافع عنه وأطلق الهستامين اللي هي المواد الكيميائية في الجسم. أما بالنسبة لعدم تحمل الطعام النوع الثاني اللي تكلمت عنه، هذا طبعا ما له دخل الجهاز المناعي فيه، فبالتالي هو عدم تحمل الطعام يمكن ما ناسبك، ممكن سبب لك انتفاخ قولون، ممكن سبب لك وانت بكرامة أسهال، ممكن إقياء، فكلها هذه أشياء ثانية مختلفة. الشخص المصاب بالحساسية، طفل كبير أيا كان، هل يصنفون على أنهم أشخاص ذوي مناعة ضعيفة؟ لا، ما له دخل بالمناعة، ما له علاقة. لا، لأنه هو جهاز مناعي ما تقبل هذا، شاف أنه فيه معناها مدافع، معناها بالتصرف السليم أو بالمكان السليم، فما له دخل مناعة بقلتها أو. طيب اسمحي لي نطلع فاصل قصير ونعود لاستكمال الحديث. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. موضوعنا عن الحساسية الغذائية، وأيضا تقارير صدرت من وزارة الصحة عن كل 3 دقائق هناك شخص يراجع الطوارئ بسبب هذه الحساسية. وظيفتي في الاستوديو هي الأستاذة وسام باكير، أخصائية التغذية. أستاذة وسام، يمكن قبل الفاصل كنا نتكلم عن المناعة وأسبابها، خلينا نتكلم بشكل مجمل. اليوم احنا كسعوديين عندنا نمط غذائي معين، صحيح، يتغير من عقد لعقد، يبقى على حالة في فترات معينة، لكن اللي نشوفه في الغالب حساسية اللاكتوز، حساسية الجلوتين أو حساسية القمح، هي من أكثر أنواع ومسببات الحساسية اللي اليوم موجودة، صحيح، في السعودية. ليه؟ وش السبب؟ يعني هل كل هذا عائد الأسباب وراثية ولا لا، هي بالفعل طبيعة أو نمط غذائنا هو اللي حدامنا لهالشيء؟ هي تكون واحدة من الأسباب أنها أسباب وراثية تحصل، أنه لازم لما تجي مثلا تشخص مريض عندك والله يشتكي من حساسية، لازم تدرس تاريخ العائلة، هل مثلا الوالد، الوالدة، الجد، الجدة، ممكن يكون موجود، فزي مثلا، فلازم أول شيء يتم دراسة التاريخ العائلي. بعد كذا نجي للتثقيف، ضروري أنه يصير مثلا في وعي وفي تثقيف، أنه تعال مثلا اقرأ عن البطاقة الغذائية، لازم تعرف البطاقة الغذائية، هل مثلا أنت أوكي تشتكي مثلا من البيض، أنت تشتكي من القمح، أنت تشتكي، أوكي تقرأ تعرف أنه هذه مثلا فيها مسببات الحساسية فتبتعد عنها، لأنه بالغالب الحساسية ما لها علاج. الحساسية في لها وقاية، أو مثلا الأشياء اللي تخفف من الحساسية زي الأنتي هستامين أو إبر الحساسية، هذه إذا كان طبعا متى يستخدمون الإبر؟ الإبر يستخدمونها في الحالات الشديدة. نعم. الحساسية. هل تعتقدين اليوم، أو هل ممكن أنه الشخص يكون مصاب بالحساسية وهو ما يعرف؟ على الأغلب أنها تظهر، يحس فيها، يعني يحس فيها. كلها أعراض عندك مثلا إذا كنت أنت تأكل، إذا كانت الحساسية متوسطة ممكن تجي بطفح جلدي، ممكن تجي مثلا تورم، ممكن ضيق تنفس، إذا كان مثلا شديدة جدا هذا اللي فعلا ممكن تودي بالواحد للموت، يعني ممكن تؤدي. أيوه، توصل لهالمرحلة؟ ممكن توصل. وش أنواع الحساسية الدرجات العالية؟
ايه لكن وش مسببات الحساسيه اللي ممكن تصل لدرجات عاليه؟ هذه ترجع للجسم ما نقدر نحدد بس في كثير ان اصناف يعني من الغذاء انه هي سبب من اسباب الحساسيه اللي لازم الواحد يعرفها. انت مثلا لما تدخل المطعم تلقى على المنيو هذا قد يحتوي على الجلوتين او مسببات حساسيه الجلوتين او القمح او المكسرات او الاسماك او البيض، فكلها هذه مسببات رئيسيه اذا كان الواحد عنده يعني بوادر للحساسيه انها تطلع هذه الحساسيه. وش الفرق؟ قبل شوي تكلمتي عن نقطه قلتي انه في فرق بين حساسيه الطعام وعدم تحمل الطعام. صحيح. وش الفرق بينهم؟ حساسيه الطعام هي انه يستدعي انه الجهاز المناعي يصدر زي اللي انتبه ترى في جسم غريب. استفز الجهاز المناعي، فبالتالي يعني يطلق مواد كيميائية هي اللي تسبب الحساسية اللي هي مادة الهستامين. جيد. أما بالنسبة لعدم تحمل الطعام هذه بسبب أنه مثلا قد يكون عندك قولون عصبي، قد يكون يعني ما ناسبك هذا الأكل، سبب لك اضطرابات، يعني هي بس ما تستدعي تدخل الجهاز المناعي. يعني ما راح يصير عندك، ممكن قد يكون عندك مثلا قولون لكن ما تضطر انك مثلا تتورم او يصير عندك طفح جلدي او المشاكل القويه حقت الحساسيه. للوالدين تحديدا، احنا نتكلم هنا عن حساسيه الاطفال في سن مبكره وتحديدا فيما يتعلق بحساسيه اللاكتوز. هل يمكن تجنب حساسية اللاكتوز في عمر مبكرة من قبل الوالدين وكيف؟ أكيد. عندك العمر اللي عمر الرضيع اللي هو من أول يوم ينولد فيه إلى عمر السنة، هذا ممنوع تماما أنك تدخل له أي مشتقات من مشتقات الحليب. أي نوع من لا حليب بقري لا أجبان لا ألبان. ليش؟ لأنه الفترة قصدك أنه يكون معتمد على الرضاعة الطبيعية. صحيح. أو 100%. الحليب الفورمولا اللي يوصف طبيب الأطفال هذا خالي من مسببات الحساسية. ليه؟ لأنه بهالفترة هذه قد يكون أنه ممكن يعني يتسبب بوفاة الرضيع، ممكن يكون عنده حساسية بس ما بينت عند الأم والأب، فبالتالي يتأثر الرضيع وممكن يؤدي فيه للوفاة. الحساسية اللي تبدأ مع الأطفال في سن مبكرة يعني بين عمر السنة على سبيل المثال، قلت أنها تستمر حتى في الغالب حتى البلوغ. إيه صحيح. بعد البلوغ هل تتلاشى الحساسية ولا تقل أعراضها ولا كيف تتلاشى يعني؟ طيب بالنسبة للأطفال عندك يعني أصعب فترة اللي هي فترة كونها رضيع والأعمار اللي تحت البلوغ. قد تختفي الحساسية مثلا اللي مثلا عنده أكزيما ولا عنده طفح ولا هذا، تختفي بعد عمر البلوغ، خلاص تنظم جسمه وكل شيء وتخطى هذه المشكلة، لكن تظهر في أوقات معينة يعني بسيطة، لكن مو زي مثلا الطفل اللي لازم من هو طفل إلى آخر عمره وهو عنده حساسية ما يقدر يتناول أنواع معينة من الغذاء. أنت شدتيني قبل شوي لما قلتي أنه الجسم يتحرك يعني ليحارب هذا الجسم الدخيل اللي هو المضاد الهستامين. صحيح. لا الهستامين أو الهستامين عفوا. السؤال، في أنواع حساسية ما لها علاقة بالأكل بس علاقة حساسية الجيوب الأنفية، حساسية الربو، هي مهيجات الهستامين بالدرجة صحيح. الأولى، هل في ارتباط بينهم؟ في أشياء مثلا تساعد على أنها تستفز هذه الجسم المناعي ويطلق هذه المادة اللي هي مادة الهستامين، زي مثلا كريمات، ممكن تستخدم كريمات للوجه قد تحتوي على مسببات الحساسية، زي مثلا في أنواع كريمات مثلا تحتوي على الحليب، الحليب يسبب حساسية فبالتالي يعمل تهيج، لأن الحساسية مو بس أكل، حساسية ممكن ملامسة، ممكن شم، ممكن أكل، قد يكون من الخارج وقد يكون من الداخل، فبالتالي أنا قد أكون أتحسس مثلا من عطر، من منتج حطيته مثلا على وجهي في مثلا مادة اللي موجودة في الحليب، قد فرضا مثلا ألمس شيء في مثلا زي السمسم، زيت السمسم أو السمسم بشكل عام، المسببات الحساسية.
وفي عندك اشكال الوان من الزيوت زي مثلا الافوكادو، زيت الافوكادو، زيت السمسم، ففي اشياء كثيره قد تتسبب بالحساسيه وتستفز الجسم. الناس ما بقى شيء. لكن عموما انا بسالك يمكن عن جزء مهم، اشارت الصحه ان 50% من حالات الحساسيه الغذائيه تحدث خارج المنزل. ليش؟ هل لانه هذه الاطعمه اللي ناكلها خارج المنزل تكون نوعية المواد الموجودة في هذه الأطعمة تحتوي على مواد مسببة الحساسية؟ وإذا كان بالفعل طيب هذه المواد هي نفسها اللي يشترونها من السوق ونشتريها من السوق، وش صحيح. السبب في الغالب أنه الأكل من خارج المنزل يسبب الحساسية أكثر بمراحل من الأكل داخل المنزل؟ طيب أوكي، بالنسبة لك أنت لما تدخل مطعم ما رح تقدر تتحكم بالطبخ الغذاء جوة المطعم زي مثلا لما تطبخ الأكل في بيتك. في بيتك إذا أنت عارف نفسك أوريدي عندك حساسية أو مثلا مشكلة معينة راح تتحاشى تماما. بس أهم شيء أنه عشان نتحاشى هذه المشاكل، مشاكل الحساسية، أول شيء لازم يتم تثقيف الأطفال. خلنا نقول أنه أول شيء البذرة الأطفال، نعم. أنت لما تكبرهم على هذا الشيء أو توعيهم خلاص يكبرون ماخذين هذا الشيء إلى آخر يوم في حياتهم، ما راح ينسونه، خاصة وإذا قد صار لهم مثلا موقف جدا قوي اللي خلاص ما ينسون هالحساسية، صارت لهم حساسية ومشكلة دخلتهم المستشفى. فبالتالي لازم تثقف الطفل من أول ما يكبر، لازم تعلمه كيف يقرأ اللي هي بطاقة الطعام أو بطاقة الغذاء. كمان تحرص على اللي حوله، أنه مثلا إذا كان في مدرسة أو في مكان ترفيه، فلنفترض في روضة، في حضانة، أنه تحرص عليه أنه ترى انتبهوا هذا الطفل عنده مشكلة أو حساسية معينة من كذا. بالإضافة إلى أنه ينتبه الواحد دائما متوفر العلاجات اللي تهدي أو اللي تخفف من الحساسية اللي هي مضادات الهستامين، سواء كان الموضوع خطير، حساسية عندها متوسطة أو عالية الشدة، ساعتها إما بياخذون تابلت أو حبوب أو شراب، أو أنه ياخذون الإبر لو في حال كانت الحساسية عالية. باختصار شديد، في بدائل كثيرة اليوم نشوفها للأشخاص المصابين بالحساسية، هل تنصحين دائما بالاتجاه إلى هذه البدائل؟ وهل هي آمنة بالفعل للمصابين بالحساسية؟ هي ممتازة يعني لحد الآن، وزي اللي ينصحون فيها الأطباء، لأنه أنت ما تبغى تدخل في متاهات أوسع من الحساسية، لأن الحساسية خطيرة. فبالتالي في بدائل زي مثلا الأطعمة الخالية من الجلوتين، عندك مثلا الحليب ممكن تستبدله مثلا بأنواع خالية من اللاكتوز، في عندك مثلا في ناس تتحمل الحليب المبستر عادي تتحمله. فأنت طبيب نفسك، أنت لازم تشوف أوكي صارت لك مشكلة من أكل معين ابعد عنه، لأنه ما له علاج. زي مثلا المكسرات، حتى في ناس عندهم مكسرات مشكلة بالنسبة لهم، زي الفول السوداني، زي الفول الصويا، ممكن تستبدل أشياء مثلا زيت السمسم. زيت السمسم هو مسبب من أسباب الحساسية، فممكن تستبدلها مثلا بزيت جوز الهند. احنا غالبا اللي نشوفها يمكن حتى اللي يصير عليها دائما إلقاء الضوء في يمكن في الدراما، في الإعلام، في المسلسلات، هي حساسية الفول السوداني والحساسية اللي تنعكس عليها. شكرا جزيلا لك أستاذة وسام بكير، الأخصائية أو أخصائية التغذية. أنا أعتقد أنه دائما إحنا ما نقول أنه الغذاء يعتمد في الأساس على الغذاء الصحي، واللي يكون دائما هو الحل الأفضل والناجع اليوم لصحة الجسم. ختامي أهلا، إلى اللقاء.